بسم الله، السلام عليكم. اليوم غنحاولوا باش نتعاونوا باش نفهموا درج المتتاليات العددية، درج جد مهم كيتحط في الامتحان الوطنية وكذلك فروض المراقبة المستمرة، لذا يجب علينا أن نضبطه جيدا. غنحاولوا نبسطه أو نعطيكم ملخص الدرس، يعني ملخص مركز. يمكن لكم هذا الملخص، يمكن لكم تجاوبوا على أي تمرين كان الخصوصية ديالو المتتاليات العددية. واخا نبداو ان شاء الله. اول حاجه خصنا نعرفوا قبل ما نبداو هي متتاليه مكبوره مصغوره ومحدوده. المتتاليه والمكبوره والمصغوره والمحدوده. قبل ما نعرفوا هاد المكبورة والمصغورة المحدودة، أول حاجة خصنا نعرفو المتتالية كنرمزو لها بإن. هاد إن كيكون عدد جوج ديال الأشياء، يا إما كتكون معرفة بدالة، يا إما كتكون معرفة معرفة بتعبير صريح. مثلا نقول لك إن تساوي واحد على إن، هادي معرف، يعني اي واحد تساوي واحد، اي جوج تساوي واحد على جوج، وهكذا. متفقين؟ بس كي نقول لك متتالية مكبورة، متتالية واحد العدد نسميه غروند ام، يعني ان، يعني ان ان مكبورة يعني كبار او لصغر واحد العدد ام. بس نقول لك مكبورة يعني ام، ام كبر من ان، مصغورة يعني العكس. متفقين؟ بس نقول لك متتالية مصغورة ب بوتي ام يعني ان، ان اكبر او يساوي ام. بس نقول لك متتالية محدودة تكافئ أنها مكبورة ومصغورة، ونكتب إن محصور ما بين بوتي إن وغونت إن، هذه المتتالية المحدودة. مثلا باش نقول لك إن صغر من خمسة يعني مكبورة بخمسة، باش نقول لك إن أكبر من جوج يعني إن مصغورة بجوج، متتالية مصغورة باثنان. نقول لك إن محصورة ما بين خمسة واثنان، يمكن ندير أو تساوي خمسة واثنان يعني محدودة. أتمنى تكون واضحة، ومكبورة ومصغورة ومحدودة.